بونجور، اشتقت لكم كتير انا. واليوم جايبيت لكم فيديو كتير حلو، اكيد حتحبوه. حنروح مع بعض على دار تعنايل. هون موجود في دار كتير حلو وكتير قديم، وبقلب هيدا الدار عاملين اكتيفيتيز واشياء كتير حلوة رح تشوفوها. فخلينا نبلش سوا بهالفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم. لكل حدا رح يسألني وين موجود، هيدا الدار موجود بمنطقة تعنايل ضمن بعلبك. رح نبلش أول شي بالكنيسة يلي هي عباب الدار أول ما نفوت. هيدي الكنيسة أثرية كتير قديمة وكتير حلوة، تم بناءها على طراز الاستعمار الفرنسي. وهيدي المحمية، محمية الدار، هي مش حلوة بس هيك لأنها عفوية، لأنه جمال الطبيعة واضح فيها، وتم حمايتها والمحافظة عليها من قبل جمعية أركانسيال. دايما كانوا يهتموا فيها ودايما كانوا يحافظوا عليها ويحموها من أي ضرر ومن أي شيء ممكن يتعرض له. اوكي، نحن هلا فايتين على قلب الدار لجوا. رح فرجيكم المكان قد ايه بخليكم تحسوا بالامان، بتحسوا بالسعاده، راحه نفسيه. اول ما تفوتوا من هون دغري حترتاحوا. نحن ما فينا نحكي جوا، ممنوع، لازم يكون في هدوء تام، لانه هذا المكان مخصص للصلاه ومخصص لراحه النفس الداخليه. اوكي، ونحن وظاهرين من الدار، هيدي المنطقة اللي عم صور لكم اياها هون مخصصة لركوب الخيل. يعني اللي بده يجي يتدرب على ركوب الخيل او يلي بيعرف وحابب يستأجر حصان تا يطلع عليه، في هون بهيدي المنطقة. وهون عاملين هيدا القفص يلي على جهة الشمال مايلتي انا، عاملين قفص العصافير. كل أنواع العصافير موجودة هون، أصواتهم كتير حلوة ومناظرهم أروع. أوكي، أنا هلأ أخدت بايك وفتت على قلب المحمية لجوا.
فينا ناخد مثل ما خبرتكم فينا نستأجر بايك ونفوت، لأنها كتير كبيرة وكتير طويلة. سو إذا بدكم تمشوا على إجريكم تعملوا سبور أكيد فيكم، بس حتاخد معكم وقت أطول بكتير. سو فيكم تاخدوا بايك بتمشوا نص المسافة والنص بتوقفوا مثل ما أنتوا بدكم. لكل مناظر قدي حلوة هون، الواحد ضروري يروح يعمل فوتوشوت، بياخد أجمل صور بحياته. وهون البحيرة، في هيدا البيت الخشبي اللي بنص البحيرة، بس هلأ لما رحت أنا عم صور لكم ما كان في كتير مي، المي منشفة كانت. هي بالعادة بتكون مستوى المي أعلى بكتير فبيبين أوضح بالتصوير، بس ما بعرف ليه هيدا السنة كانت المي منشفة بالبحيرة. اوكي خلوني احكي لكم شوي عن الدير. اول ما بتفوتوا على المحميه سعر التكلفه اذا بدكم تفوتوا بس تتمشوا هي 3000 ليره لبنانيه، اذا بدكم تاخذوا حصان لمده 10 دقائق فهي 5000 ليره لبنانيه، واذا بدكم تتمشوا بعربيه الخيل وتقعدوا بقلب العربيه الجوله هي ب 30000 ليره لبنانيه. كمان المحمية بتتميز بقلبان وعجبان تعنايل المشهورة بلبنان كله وكتير طيبة. أول ما أنتوا فاتين على المحمية في هونيك مثل كافيتيريا أو كشك صغير بيبيع ساندويشات وبيبيع أشياء كتير طيبة فيكن تاخدوها معكن أنتوا فاتين لجوا، لأنه أكيد اللي رايح على هيدا المكان بدو يخصص نهار كامل يضل فيه لحتى يقدر يشبع منه. اوكي نحن هون عم نمشي، كان في فوتو سيشن فوتو شوت للمصمم الازياء العالمي اللي صعب، كان عم بيصور الكولكشن الجديد للدريس تبعه.
وهيك بنكون خلصنا جولتنا لليوم، وجبت لكم فيديو عن جد كتير حلو، بتمنى انه يكون عجبكم. واللي عنده اي استفسار او معلومات بليز يترك لي اياه بصندوق الوصف تحت، وانا رح اكيد رح جاوب عليه. واذا في عندكم اي افكار لاي اماكن حابين انه روح عليها وصور لكم اياها، بليز كمان تتركوا لي اياها تحت. بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب.